لكن الى حدود الان فما تحلش. واللي زاد الاستغراب بالنسبه يعني للمحبين ديال الكوكب هو يعني التوجه ديال هذا يعني التوجه ديال المسيرين الحاليين لطلب يعني المساعده من الرئيس السابق فؤاد الوزازي اللي كان يعني بعيد على التسيير وكان يعني في الجمهور حتى في الكوكب كانوا كيقولوا ما بغاوش الوجوه القديمه انها ترجع للتسيير ومن ضمنهم فؤاد الوزازي. ولكن المكتب الحالي اللي كان كيدعموا كل شيء وكل شيء كان كيقول بانه هذه وجوه جديده وبغاو يعني يجيبوا نفس جديد فهما رجعوا كيسولوا وكيطلبوا المساعده من فؤاد الوزازي بحكم انه هو يعني ما قدروش يخلصوا ما قدروش يدبروا على السيوله الماليه اللي تمكنهم من انهم يحلوا المشكل ديال الاتحاد الدولي. من ناحيه ثانيه فالامور في الـ في الـ في الـ يعني في داخل البيت الكوكبي فكاين بزاف الحوايج اللي يمكن كل مره كتبان حاجه اللي كتاكد بانه المكتب الحالي ربما يعني استعصت عليه مجموعه من الامور ووجد صعوبات في مجموعه ديال الاشياء. فكان واحد الخروج ديال اسماء الطالب اللي هي المدربه ديال الفريق النسوي اللي خرجت في واحد التصريح في مواقع التواصل الاجتماعي اللي حقيقه قالت اشياء اللي خايبه بزاف فتحدثت على الوضع اللي كاين في الكوكب وقالت بانه النتيجه تيشوفوا الكاسي واحد العقود اللي وقعوا يعني عقود باقل ما يمكن ورغم ذلك باقي ما توصلوا حتى شي حاجه. كان فريم دو ماتش اللي كان فيه 300 درهم وطلبوا منهم انه هذيك 300 درهم يوقعوا على واحد الوثيقه يمشيوا غاليزي وبالتالي فكانت يعني الاجراء اللي خلات هو زاد يعني كيف نقولوا زاد عصب البنات. كانت لاعبات اللي كانوا تضربوا ما لقاوش حتى يعني العنايه من مسؤولين. كيجي مسؤول اللي كيجي كيقول لهم هضره كيعاود يجي مسؤول اخر يقول لهم لا ما تدوش على هذيك لا راه غادي نهضروا كلام واحد اخر. على العموم كاين كاين تضارب كل واحد اش كيقول يعني كل الوجهه النظر ديالو كل واحد كيجر جهته عادي تماما فكيجي كيهضر معاهم تصيب بحال اسمح له الصراحه ديال اسماء الطالب اللي هي المدربه ديال الفريق النسوي كيجيو كيتفقوا مع شي واحد على شي حاجه من المسيرين كيجي مسير اخر اللي معاه في نفس المكتب كيقول لهم لا هذيك الهضره غنساوها انا غادي نهضر معاكم. على العموم هذا الموضوع ديال الفريق النسوي غنحاولوا نطرقوا ليه في برامج ديالنا وحده اخرى نحاولوا نستضيفوا معنا اسماء الطالب باش تعرف لنا يعني شنو اللي وقع باللسان ديالها. الامور الان يعني الامور التقنيه في مركز التكوين حتى هي تتحل بواحد الشكل اللي فيه تضحيه من عند المدير التقني اللي تسلم زمام الامور واخا باقي ما توقعش مع عقد رسمي اللي هو الاطار الوطني عبد الحفيظ الرجيله اللي اتفق معهم على اساس انه غادي يبدا العمل باش ما يضيعوش الوقت يبدا يجهز يعني الفرق اللي المفروض عليها انها تدخل البطوله ديال الفئات الصغرى في انتظار انه يجلس معاهم ويحلوا المشاكل اللي عندهم في انتظار انه يجلس معاهم هو باش يتفاهم معاهم على العقد ديالو. وبالتالي ف يعني العجله ديال مركز التكوين يعني تحركات واخا بشكل او باخر المهم تحركات. وبالتالي ف الان عبد الحفيظ الرجيله هو اللي كيشرف على هذا التعيين ديال المدربين والتوقيع وجلب اللاعبين ديال الفئات فغادي يكون اختبارات هذه الايام هذه باش يعني يشوفوا اللاعبين اللي كانوا ذاك العام سي محمد اللي عندهم رخص يشوفوا شكون اللي باقي غيكمل واللي باقي ما يكمل. ولكن المشكل الكبير اللي كاين الان عند الطاقم التقني هو انه الظروف ديال الاشتغال صعيبه بالنسبه للفريق الاول وهذا الشيء اللي غنختموا به سي محمد. فالظروف ديال الاشتغال صعيبه فالفريق الاول كيتريني بعدد محدود من الكرات كاين حصص اللي كتجرى 12 كره الالبسه يعني ديال لونترينمون باقي ما حضراتش بالشكل الكافي. والمشكل الكبير هو باقي ما كاينينش انتدابات بالنسبه لكوكب مراكشي فخمسه اللاعبين قرر بالنسبه للطاقم التقني انه ما يغادروا. باقي غنشوف واش الكوكب غيوقع عقود احترافيه واش غيقدروا المسيرين ديالو يجيبوا الفلوس باش يقدروا يحلوا المشكل ديال الفيفا ويقدر يعني الكوكب يدير انتدابات بالحجم القيمه ديال الكوكب ولا غادي يتسناو يديروا ثاني عقود جي 5 ولاعبين هوات باش يقدروا يكملوا الموسم. كنعرفوا بان الموسم صعيب البديه راه كانت بحال هكا نشوف واش غيكون شي تغيير ولا غادي يكملوا بحال هكا. هذا الشيء غنشوفوا لانه مرتبط بمدى توفير السيوله الماديه لانه لحد الان باقي ما شفناش مسيرين كبار حتى الكوكب حتى دوك المسيرين اللي كانوا ما بقاوش الكوكب كيلعب توني ما فيه حتى شي حاجه. غادي نشوفوا العمل ديال مكتب مسير والان يعني في هذه اللحظه فغادي يكون واحد يعني التصريح
هو التواصل في الصفحه الرسميه ديال الكوكب مع الجمهور اللي غيديروا الناطق الرسمي باسم مكتب مسير السي خالد التمام اللي غيكون في تواصل مع الجمهور في الصفحه الرسميه. علاش؟ لانه كثروا مجموعه ديال الامور، مجموعه ديال المشاكل وما كاينش تواصل مع هذا المكتب المسير. اليوم غادي نشوفوا الناطق الرسمي شنو غيكون في التواصل ديالو مع الجمهور. اذا سي محمد، هذا الشيء اللي عطى الله على حول الان بخصوص فريق الكوكب، وراه كل شيء اكيد غتكون فرصه اخرى.